اسماعيل محمد. انا جاني علي. سلولي اعدادي اصغر. انا جاي النهارده عشان ارفض ان مصر تكون عزبه لحد او ملك اي حد، وعشان ارفض ان الدستور يسيطر عليهم جماعه وفلسطين مهما كان. احنا ما خرجناش من دوله عسكريه عشان نخرج لفاشيه دينيه. يعني فاشيه دينيه ده انا ما اعرفش يعني ايه فاشيه اصلا. يعني ان فاشيه دينيه هي ان انت تستخدم الدين اللي انت عايزه وتتشدد في الدين وتعمل حاجات باسم الدين، والدين ما بيتاخش كل دوت. مين علمك الكلام ده؟ في الازهر ولا انت؟ لا انا عارفه منين؟ بسمع كلام من ناس كتير، وانا عن نفسي لي عقل وعقل يعني. تمام. بقرا الجرايد مش عارف. انت شايف ايه علي مش حلو في البلد وعايزه يتغير؟ سياسيين ولا اجتماعيين؟ اجتماعيين لازم مطالب الصوت تتحقق، عيش وحرية وعدالة اجتماعية وقمر سنية. عيش مفيش خالص. الحرية لسه الشرطة بتسحل الناس في السجون. العدالة الاجتماعية ازاي يبقى مذيع بياخد 30 مليون جنيه وفي ناس بتاكل بالزبالة؟ سياسيا فين الدستور اللي بيعبر عننا؟ الدستور اللي يبقى فيه نساء نص المجتمع اصلا، نساء نص مجتمع مصر، ازاي ممثلين في الدستور سبع سيدات وستة منهم اخوان؟ حاسسهم يعني هيعملوا حاجة في الدستور. ما بني على باطل فهو باطل. حتى لو الدستور حلو، حتى لو الدستور حلو وتشكيل وحش يبقى يطلع وحش. ما انت ما تجيبليش 80 مادة مضاد وتجيب لي 20 مادة هيبوظوا البلد وتقول لي ده دستور. شفت المسودة يا علي؟ قريتها فين؟ على الانترنت؟ بيقول لك ان الست زي الرجل في كل حاجة فيما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه. طب في حاجه احكام الشريعه الاسلاميه بجوز ان الراجل يأجل مراته ودوت ما يجوش في المجتمع. ليه المشكله يعني؟ لا ما ينفعش يعني انا ما اجيش اقرب مراتي اسحلها وتبقى على وشك الموت وتقول لي ده تقدير. ده مش تقدير، ده تاني مش عارف استعباط. باطل لانه اصلا بلد الشعب اللي عمله كان باطل. كان باطل دستوريا وشعبيا وكل حاجه. واحنا كلنا عارفين كان قايم على ايه. كان قايم على استخدام الدين في السياسه، ودعاة المساجد كانوا بيرشدوا تيار معين، وكان قايم على الزيت والسكر، وكان قايم على حاجات كتير.